مساء الخير يا ابن حكيم الحارة. ابو جودة حنقلبوا عليك وسمح لك تاكل. مع انك ما بتستاهل. بس شو بدنا نسوي؟ قلبه حنون طيب. قوم خذ اكلاتك قوم. ابوك بعت لك شافريه وبرغول. بس بدك ما تواخذنا ها؟ الشرطي هو جاي وقع ومكبوا شافريات معه. بس البرغلات ما صار له شيء. قوم خذ اكلاتك. شو ظاهر مالك جوعان؟ ولا مالك حسنان تمشي؟ بس هيك يا ابني. بس تشوفه جاع فوت لي اياه لجوا. وعبي له طاسة مي باردة كمان. لحتى تعرف انه مو بس ابو جودة قلبه حنون طيب. وانا كمان قلبي حنون طيب. هو سمح لك تاكل وانا راح اسمح لك تشرب. فيك الخير. انا ما راح انسالك يا لا انت ولا ابو جودة. بس ايمتى بدي اطلع من الحبس؟ ايمتى؟ ايه شو بيعرفني؟ لحتى توافق حماتك وسامحك. شو علي؟ الأيام جاية يا نوري يا أبو جودة. لك ليش ما عم تفهم علي؟ عم أقول لك حاولت طالعه بس أبو جودة ما عم يرضى. طيب أنت فوت شوف شو بده يا ادفع له. معك تدفع؟ معي وقد ما بدك بجيب. المهم ما ينام اخي اليومي بالحبس وانت رزقتك يا حالة نوري. طيب رح اجرب وان شاء الله يرضى. فوت قول يا ميسر. لو بدي طالعه كنت قبضنا ابو عصام وطالعته يا فهيم. ايه بس صارت رزقه محرزه سيدي. مهما صارت الرزقه محرزه ما راح تكون أكبر من الرزقة اللي عم بستناها. ما فهمت سيدي. أنا عم بستنى راس حارته يجي لعندي لهون ويترجاني. أكيد أبو شهاب سيدي. ومين في غيره يلي قطع رزقتنا من الحارة تجيبه لهون غصبا عنه؟ يا عيني عليك يا سيدي. فعلا أنا غبي. لحتى تاكل اللقمة الكبيرة يا نوري خلي راسك يابس وقد ما فيك قول لا. صباح الخير. شلون لقيت النوم عنا؟ مريحة ما؟ لا مريحة كتير. يلا بكرة بتتعود عليها بالقلعة. وأنا شو طالع بإيدي يا مو؟ والله لو ما كانت حماته حرمة لكن فرجيتها شيء ما شافته بكل حياته. والله الله يستفل فيها. أنت لا تزعلي يا مو، بإذن الله هلأ بيكون طلع من الحبس. وين رايح يا مو؟ رايح لعنده أخذ له شوية أكل. ارجع طمني عليه الله يرضى عليه. أمرك يا مو أمرك. عقلي أبو جودة برا بده يشوفك. ايه خليه يفوت. مشي عفي. تفضل عمي ابو جودة تفضل. قومونا نسيرة هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. علينا ابو جودة. عقيد مرحبا عقيد. مرحبا عقيد. شي ليش ما عم يرد؟ ابصر شو في خاطرك عقيد. بليلة بلبلوكي
وبالليل سلقوكي وبالنهار باعوكي وقبل المغرب لفقوكي. وبشو بدك تحقق؟ بالخناية اللي صارت وش الصباح. بعدين في واحد من حارة ابو النار جريح مقدم شكوى ضد حارتكم، بدي اعرف مين الفاعل. لا خناقة صارت ولا هم يحزنون، واللي عم تحكي عنه ما حدا ضربه، هو وقع لحاله. عصام ليش حاجزه عندك؟ اي قصة تانية غير القضية اللي انا جاي مشانها. هديك انتهت بأرضها. هلأ قلي بدك تطالعه لعصام ولا لا؟ ما بقدر، في شكوى ضده. بس تتنازل حماته أنا جاهز طالعه دغري. إيه؟ شو عليه؟ بس يكون بمعلومك أبو جودة، إذا عصام اليوم ما طلع رح تاخد على خاطرك مني كتير، وأنا رح أخد على خاطري منك. صدقني يا أبو شهاب أنا مطالع بإيدي شيء، القانون مع حماته يا أخي. أبو جودة، القانون تبعك أنا وإنت دافنينه سوا، وإش كان من شان حماته أنا هلأ بخليها تنزل لعندك وتتنازل. إيه هيك انت عيني يا ابو شهاب، بعدين انا بخلي مسؤوليتي. بكل الاحوال انا هلا رايح حقي وكمل التحقيق بحارة ابو النار. يلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابو قاسم. نور اخي. بتروح هلا لعند فريال وبتقلها خليها تتنازل. امرك اخي. وانتوا يعطيكم العافية يا رجال، انا رح افكر كيف رح نرجع السلاح. سلام عليكم. على الله. سلام عليكم. خير أب بشير، في بيتمك حكي. خلصت بقى عصام، خلصت. شبنا هي أول مرة لك معتز، أول مرة. وحياة غلاومتك عندي إنه ظلم، ظلم. بعرف إنه ظلم، بس شلون إجا من قلبها تدعي عليك إنك جاي تقتلها؟ شلون؟ أنا أقتلها، أنا أقتلها معتز. أعوذ بالله، ما بصدق. بس خلص أنت أخي لا تأكل هم، اليوم بإذن الله رح تطلع. الله يسمع منك يا معتز، ولك علي إني ما ورجيها وشي، لا هي ولا بنتها طول ما أنا عايش. ومنين بده يجي على بالك تشوف واحدة دكتك بالحبس؟ مسيك أخي مسيك، قويلي حالك. استنى، بدنا نفتش الأكل. هات أشوف. انتهت الزيارة، يلا. شو بتريد؟ ابو شهاب وجهة الحارة بيقولوا لك هلا هلا بتلبسي اواعيك وبتروحي على المخفر تتنازلي عن الشكوى اللي صارك عصام. ما عاد صاري ويحرم عليه يشوف وشي بعد اللي سواه معي، لانه اللي سواه عصام ابن سعاد لك لا بينزل لا بميزان ولا بأبان، بهدلني قدام كل اهل الحارة وانا حرمة مقطوعة ما الي حدا. هو كمان تبهدل بالحارة وصار مجرم بعيونهم وانغسل قدره، وحقيقة جيته لعندك، انت بتعرفيها منيحة. يعني انت بتريدها يا اخي ابو قاسم؟ هلأ بتروحي ولا شو؟ واذا قلت لك لا؟ ايه انت حرة، بس اذا دري ابو شهاب انك ما رح تتنازلي رح يزعل منك كتير. ها شو؟ ما بدك تجاوبي؟ خاطرك أبو قاسم، أبو قاسم قولي على آنتي. لك شو هالورطة اللي وقعت حالي فيها أنا؟ أمي هذا الشي ما عاد ينطق، والله ما عاد ينطق. قولي لطفية اللي عم بتقلي لي هالحكي وليه؟ والله والله لخلي لك يا محبوس. شو بده يساوي ابو الشعب يساوي؟ مو هاممني، خليه ممنوع بالحبس. يعني ما بدك تدعي على ابو الشعب يا ابو النار؟ ما بدي ادعي على حدا، وابو الشعب ماله بكل القصه. ابو النار لك مين اللي ضربه؟ هذا رجال مريض بعالاته، يعني مجنون. ساعه بتلاقي رابط راسه، وساعه بتلاقي عامل فارس وراكب على حصانه. اشوف شوف شو عامل بحاله، شوف شو. شفت بعينه؟ الله يكون بعونه، الله يعينه ويحمل معه. يا سيدي على الحاله لازم نسكر الضبط مشان ما نفوت بشغلات مالنا فيها.
تحرك انت وياه وراي، خاطرك ابو النار. الله معك ابو جودك، مع السلامه. لك تاني مرة ما تروح تشتكي لحالك، لا أكسر لك إجرك وحبلك يا، فهمت؟ أمرك عقيد؟ دلع. ما رضيت، الله يصلحها. تصطفي، بس أنا شايف إنه صار لازمها تأديبة. بنأدبها، بس شلون أخي؟ أول شغلة بتقطعوا عنها المعونة الشهرية. ولا جنس مخلوق بالحارة ببيع غرض، لا أكل ولا خبز ولا شيء. بس هيك منكون عم نقلها موتي أو ساوي شيء يغضب الله لا سمح الله. أنت قول هيك لأهل الحارة، بعدين أنا وياك منلاقي لها دوبارة. ما رح نتركها تموت من الجوع. إذا هيك مشي أخي، أنا بأمرك. وما حدا من نسوان الحارة بيستقبلها ببيته، واللي بيخالف الأوامر بده يتعامل مثل منا. أنا هلا رايح على المخفر مشان طلع عصام يلي قلت لك عليه نفذه. أمرك أخي، تريد شي غيره؟ تيسر هلا أنت، خلي الشباب يجهزوا لي عراضة لاستقبال عصام. بدي عراضة ما صارت بالشام كلياتها، عراضة عريس. لك يا سلام عليك، خير ما بتساوي أخي. لكن أبو قاسم لك، بضل عصام ابن أختنا ومن لحمنا ودمنا ونحن أخواله. وابن أبو عصام صهرنا. أنا رايح نفذ أوامرك أخي. سلام. كأني ظلمتك يا أبو عصام. شلون يعني؟ ها هوي أبو مرزوق عمي، يعني ما حدا ببيع هالشي، لا سمانه ولا خضرة ولا براب الصخن ولا شي. شو هالحكي يا ابو قاسم؟ شو ما سمعت ابو حاتم؟ بس والله هيك بتنفذوا الاوامر وما حدا من حريمكم بفوت لعندها ولا بتفوتوها لعندكم، سمعتوا؟ عمي انا بامر العقيد. شو ابو حاتم؟ ما لا عجبتك اوامر العقيد؟ لك اخي على راسي وعيني، بس والله القصه شو احكي؟ انا بامر العقيد واللي بده اياه بيصير. يعطيكم العافيه. الله معك. شو مالك رضيان؟ امتى كنا نتمرجل على الحريم؟ امتى؟ فتح الباب مسلام. خلصنا بقى ابو جودان. بس هيك انت عم تحرجني يا ابو شاب، وخايف اتعاقب عليها لانه في شكوى. هلا عصام قتل شي؟ لا. خلصنا بقى لك، اقطعه بت من عندها، حط بالضبط انه هي زعلانه منه لانه ما رجع بنتها لعصمته، عشان هيك قالت انه جاي يقتلها قتل، اما هو كان جاي خانق ام خانها. بس يا ابو شهاب هذا الكلام بيضرب الست ام توفيق، لانه يعتبر ادعاء كاذب وازعاج للسلطات، وبهالحاله يمكن تنحبس وتتبهدل. ادبرها بمعرفتك ابو جوده وبدون بهدله كتير، لانها بتضل حريمي. أساساً أنا بدي إياها تتبهدل. وأنا كمان حابب بهدلها، بس على طريقتي أنا مو على طريقتك أنت. أنت بتأمر عقيد؟ نوري طلوا علينا وجوها الخير. مبسوطة وليلة طفية؟ مبسوطة ماشي. يعني لو سمعتي كلام أبو قاسم مو كان أحسن لك يا مو؟ عم تتمسخري علي وليه؟ لا يا مو، بس يعني أنت مالك قد أبو شهاب، وإخوان عصام ما بيتخلوا عنه حتى لو كان في مشاكل مع أبو. بقى شو قلتي يا مو؟ خلينا نخلص بقى. أصلاً أنت هاد اللي بدك يا لك هاي. أنا كل شي عم ساوي مشانك يا أكل نكرة، وأنت ما بدك يرجع على الحبس، وروح يا عينك لرجعه على الحبس وبتشوفي.